السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نحن كلنا فنانين الإمارات أو في الخليج سعداء بعودة أيام الشارقة المسرحية. رجع لنا الروح، كنا موتى، وأحيانا بعزمة سيدي صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بإحياء هذا المهرجان الجميل. هذا هو العرس الثقافي لكل فنان سواء إماراتي أو خليجي أو عربي. وسعيد ايضا اني انا مكرم على يد سيد صاحب السمو الدكتور سلطان محمد القاسمي تكريم الشخصية العام، ووايد سعيد فرحان يعني حتى اذا اوصف سعادتي مو بقادر اوصفها. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي الكريم، شكرا يا سيدي المثقف، انت تاج على راسنا. الله يحفظك ويطول عمرك يا رب.